وفي إطار استراتيجية وزارة الصناعة وتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسريع وتيرة التنمية الصناعية وتوتين الصناعة ودعم سلاسل التوريد ومساندة صغار المستثمرين الجادين، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية الشاغرة كاملة التجهيزات بمجمع الصناعات الصغيرة المعدني بمحافظة الفيوم. وأعلنت الهيئة بدء سحب كراسة الشروط والتقديم على الوحدات حتى 7 نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن الطرح لعدد محدود من الوحدات بنظام الإيجار أو التمليك وأن الأولوية لطلبات التوسع للمشروعات الجادة داخل المجمع. كما أكدت الهيئة أن الوحدات المطروحة للصناعات الغذائية وهندسية بمساحات 648 متر مكعب للوحدة وتيسيرات إجرائية كبيرة.